السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم أبو محمد عمار من جيجل، ولاية جيجل، من الريف الخطابي الكبير، الريف الشرقي. نقدم لكم اليوم إن شاء الله حلقة من الحلقات التي تقدمت بها سابقا عن أصل الأمازيغ الذين يحاولون بكل الطرق وبكل الوسائل، مع خاصة المتطرفين هذوك لي ماركيست ولي فرانكو بارباريست، هذو باش يقولوا لنا باللي راهم اصلهم روماني، وهذا كذب وبهتان كلا تكذبوا. اذا عندنا هنا اليوم كتاب يعني على واحد امازيغي، هو عثمان السعدي. عثمان السعدي ما يكتبش، انسان من بكري باحث اكاديمي، اذا كان قال لك الكلمه كلمه ما فيهاش تمسخر، ما فيهاش اللعب. يقول في الجزء الرابع: الامازيغ عرب عاربه، وهؤلاء الامازيغ او البربر، وليس بالمعنى الروماني، البربر يعني رجال الاحرار، جاءوا من اليمن. واصدر هذا الكتاب لأول مرة سنة 1996 في الجزائر، وعام 1992 في ليبيا. وهذا الدكتور السعدي اللي ألف الكتاب هذا، عرب الأمازيغ عرب الغاربة، أو عروبة الأمازيغ عبر التاريخ، هو من قبيلة النمامشة، وهي أكبر قبيلة أمازيغية. برك يفو با يدخلوا لنا البتية في الطاس، ولا يقولوا لنا باللي الامازيغ هما القبائل. برك الامازيغ هما كلهم وحده كبيره، وهو يجيد الامازيغيه والعربيه، وهو حاصل على البكالوريوس من جامعه القاهره في مصر عام 1956، وعلى الماجستير من جامعه بغداد عام 1979، وعلى الدكتوراه من جامعة الجزائر عام 1986. المهم، الكتاب هذا نتاع الأمازيغ عرب عربية سبقوا كتاب عروبة الجزائر عبر التاريخ سنة 1983. الرجل ما راهو مهناش، راهو ألف يعني كتب وكتب حول أصول الجزائرية. هذا الكتاب تاع الامازيغ عرب عربه يؤكد عروبه الامازيغ البربر، ويبين ان التشكيك في ذلك هو مناوره للاستعمار الفرنسي الجديد بهدف شق الوحده الوطنيه. وحنا نشوفوا فيها اليوم، راهم يعملوا ليل ونهار على شق الوحده الوطنيه، ومن بعد يطبقوا المقوله نتاع ضربني بكا سبقني وشكا، حاطين في العرب ولا في الشاويه ولا في الامازيغ الاخرين باللي هما اللي راهم يستعبدوا فيهم، وباللي هما مظلومين. الحقيقه، كل الحقيقه، انهم راهم استولوا على البلاد كامل، البلاد كامل باكملها، وخاصه الاقتصاد، الدراهم كلها راهي في جيبهم. اذن ولابد من إشارة أن المؤلف يستخدم تعبير بربر تكرارا في سياق الحديث عن الأمازيغ، وعلى عكس ما يوحيه البعض فإن تعبير بربر غير تعبير البرابرة، بربر غير تعبير البرابرة الذي كان يستخدمه الرومان لوصف غير الرومان، والذي بات يعني الهمجية والتخلف عن ركب الحضارة. الرومانيين كانوا يصفوا هذول البرابرة هذول تاع الأماسيح هادو في تاع الدشرة، كان يقولوا لهم البرابرة. واتبع الدكتور السعدي شيء آخر مختلف تماما عن أصله المعروف، وهو يستخدم لوصف الأمازيغ سكان أصليين للمغرب العربي ذوي الأصول اليمنية، كما تدل المراجع التاريخية، وكما يوثق ذلك الدكتور عثمان السعدي. إذن ننتقل إن شاء الله إلى كلام الدكتور عثمان السعدي. يقول: من هم
الأمازيغ.